عسلامة ومرحبا وينكم شاء الله بخير الناس الكل وصفتنا اليوم باش نعملو هكا حاجة شتوية الدافية شكون الشوكولاتة هكا الشوكولا باش نعملو هكا ماك كيك في معناها في الكاسات هذه باش نعملو نوع من الكيك هكا في ساعة ما يحضر دقيقتي من زمان هكا في في الميكرووند أه بدون بيض <applause> الاهم انه بدون بيض أه بنين على الاخر أه تابعوا معايا المقادير راهي سهله ولحظه في ساعة ما تحضر به أه المقادير هذه شنو استعملت استعملت مغرفتين فرينة كيلت بك المغرفة هذيك عملت مغرفة كاكاو مر عملت مغرفة كاكاو حلو بالنسبة للحلاوة هذه اللي يحب يعمل مغرفتين كاكاو مر ما يحبش برشا حلاوة الحلاوة اللي عملتها متوسطة صافا كيما قلت لكم مغرفة هكا كاكاو مر ومغرفة كاكاو حلو ومغرفتين سكر وعملت هكاكا قول أكثر من اشترش المغرفة الصغيرة هذيك خميرة الحلويات هذه المقادير الجافه سهله برشا باش تجيني هكا في كازوز كاسات هذوك ثم اللي معناه يحب هكا برشا ينجم يضعف الكميه حاصلتو المكونات في صندوق الوصف تو تشوفوا راهي في ما تحضروا حاجه سهله على الاخر هذا الزيت زيد نباتي باش نعمل ثلاثه مغارف باش نكيل هكا قدامكم ديما راهي المغرفة هذه الكبيرة هي اللي نكيل به ثلاثة مغرف زيت نباتي وباش نعمل الحليب كيف كيف نكيل آه بالمغرفة هذيك باش نعمل ستة مغرف حليب معناها الضعف متاع كمية الزيت نعملوها حليب وقبل هذا راهو تنجمو طعم رشه صغيره بالكل بكل ملح مش برشا دوب هكاكا راهي تعزز المطعم معناها نتاع نتاع الشوكولا هذه سته معارف محالة تبزعة تبزع شويه هكاو <applause> ظروف المباشر باش نمسحهم آه كما تشوفوا تو تشوفوا معناها نخلط قدامكم آه المقادير معناها مضبوطه على الاخر وتشوفوا القوام ما نعرفش معناها كل واحد والفرينة اللي عنده أه المهم يجي القوام بالطريقة هذه بعد عينك ميزانك اللي إذا كان جاتك معناها أه للسمك معناها القوام معناها كيما نقولوا أخضر من هكا تنجم هكا تزيد شوية حليب مش برشا شوفوا معناها القوام تاعها بالطريقة هذه وهو بقدرة الله معناها تعملوا نفس المقادير باش تجيكم مريقلة أمورها واضحة وباش نصبهم فك الكيسين هذوكم آه بيان سور معناها خاصين بالميكرووند ردوا بالنا ما نعملوش هكا حاجه هكا في ساعه ما تكسر وكل شيء وباش نقسم الخليط على اثنين هكاكا يلزم تجي هكا آه معناها قد الشطر نتاع الكيس هذيك واقل شويه المفيد الكمية هذه جتني زوز كاسات بالطريقة هذه حاصلو وقيتها حاجة هكا سهلة في ما تحضر والبرد معناها ما من بين الحاجات للدفي اللي هي الشوكولا حاجة بهي على الاخر توا باش نحطهم في الميكرووند كما قلت لكم دقيقتين من زمان وهذه النتيجة شوفوا كيفاش معناها كأني هكا كيك هذه آه شوكولا ذوبتها عادي في بان ماري وزدتها كيكا مغرفتين آه أحليم زاد حليتهم بالباي وباش نزين بهم معناها الكاسات نتاعي زيد معناها كي نحط هكا الشوكولا معاها تجي بنا على بنا تنجموا زيد راهو اه تنجموا تعملوا الطريقه هذه ولا كي باش تصبوا الخليط قبل ما تطيبوه تنجموا تعملوا هكا شويه معناها الشوكولا اللي تحبوا عليها في وسط الخليط باش تجيكم بعد محلوله كيف تحطوها هكا في الميكرووند ولا تنجموا تزينوا بالطريقه اللي عملتها انا هكا كيما تحبوا حسيلو ومن بعد الزينة تنجمو تخلوها كيف من هكا سامبل تنجمو تزينوها باللي تحبو شوية فاكة شوية هكا بيبيت معنى اي حاجة كيف ما تحبو تزينوها هذه رجع لكم ولاختياركم المفيد النتيجه ناكد لكم راهي بناء على بن. صدقوني للي يجربها اتوا يضمن عليها <applause> مش نورمال على بنينه على الاخر على فكره عجبتني هكا تتاكل مازالت هكا سخونه تجي على الاخر عسيرو باش ندوق معاكم نشوف هكا نوريلكم القوام من داخل كيفاش طايبه نودكم ومنشهيكم على الريحة هكا الفايحة شوفوا كيفاش بنا على بنا صدقني معناها ننصحكم جربوها سهلة على الأخر وتنجموا هكا حاجة في ساعة ما تحضر تودوا بها ذي فانكم للسهرية لأي حاجة وعملت زيادة للشتوية هكا ليجوا هكا سخون مع معناها الشونتي تو نخلي لكم هكا الرابط في صندوق الوصف حاجات هكا للبرد لهنا بقيت نعمل هكا في المغرفة باش تتصور مليح وتبان لكم معناها هكا الشوكولا من داخل كيفاش الكيك متاعنا حاصل وبنا على بنا ان شاء الله تجربوها وترجعو لي هكا في المزيانه كيفكم وديما هكا الرحب بجدد مرحبا بكم في عائله كوزينه سومية ان شاء الله يعجبكم المحتوى متاعي ان شاء الله ديما راضيين وفرحانين وهذه معناها بطريقه اقرب وريت لكم الكيك من داخل كيفاش معناها الكيك الخاص بالكاسات هاذوما ان شاء الله كما قلت لكم اجربوه و بقى بقالي كان باش نقولكم بسلامة و دمتم في امان الله وباي باي